دينا صباح الخير وأهلا بحضراتكم. اليوم من المقرر أن يقوم وزير الخارجية المغربية بزيارة مصر السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربية، زيارة إلى مصر حيث يقابل وزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري للحديث عن سبل التعاون المشتركة المختلفة فيما بين البلدين وأيضا قضايا الاهتمام المشترك وخاصة الشأن الليبي. يعني التنسيق يكون حيال القضايا، هذه القضايا المشتركة فيما بين البلدين من خلال ذلك التاريخ الطويل من العلاقات المثمرة والعلاقات الجيدة بين البلدين، بين مصر والمغرب، حيث هناك علاقات أخوية عمرها أكثر من 63 عاما. يعني كما أذكر لحضراتكم هذه العلاقات تعود للواجهة في هذا اللقاء، فمصر ساندت المغرب لتنال حريتها من الاحتلال الفرنسي، المغرب أيضا دعمت الجانب المصري في حرب 6 أكتوبر، و خلال العلاقات الطويلة فيما بين البلدين استقبلت مصر عبد الكريم الخطابي أمير المقاومة ضد الاحتلال في المغرب، وقد بقي هذا الرجل في مصر لفترة طويلة، وأيضا ساهمت مصر بشكل كبير في نقل الدين الإسلامي إلى المغرب. في العصر الحديث الملك محمد الخامس قد شارك في وضع حجر الأساس في السد العالي الخاص بالسد العالي مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإن تحدثنا عن العمارة المتواجدة في جمهورية مصر العربية فقد تأثرت بشكل أو بآخر بالعمارة المغربية، حيث أن عمارة المسجد، مسجد الأزهر، هي عبارة عن نسخة من مسجد القرويين في فاس في المغرب، وهناك أماكن في جمهورية مصر العربية سميت على أسماء القبائل المغربية التي حلت بهذه الأماكن مثل مكان الباطنية وأيضا زويلة وكتامة والبرقية، وهناك أيضا كان الحجاج المغاربة كانوا يأتون إلى مصر ويقيمون في هذا البلد من خلال رحلة لمدة ما يقرب من 3 أشهر، يمرون على مصر ويبقون بها حتى خروج المحمل أو خروج كسوة الكعبة التي كانت تصنع في مصر حتى عام 1961. إذن أسماء هي يعني مسافة وعلاقات طيبة كبيرة على مدى سنوات طويلة جدا على مدار التاريخ الطويل فيما بين البلدين. من المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي، قد ينعقد ذلك المؤتمر في قصر التحرير فيما بين وزير الخارجية المصري وأيضا وزير الخارجية المغربي بعد لقائهما المشترك. هذا كل ما لدي أسماء، عودة إليك مرة أخرى في الاستوديو.